مع الفورنيسور، دونك الفورنيسور ماشي سلام سلام كيقول لك البري كتشري من عنده، لا كدير واحد البرايسين ستراكشر ديال شحال هو شرا وشحال هو باغي يبيع وشحال يعني الثمن اللي خصو يبيع هو، وهو شحال كيقول البري باش باغي يبيع. دونك ملي كدير هاد البرايسين ستراكشر كتشوف البروداكت اللي غادي تخدم عليه، من بعد كتمشي اوتوماتيكمون لعلي اكسبريس، بيان سور غيكون تشاينيز بروداكت، كتمشي علي اكسبريس كتاخد البري انيسيال ديالو، هاد لايف بالنسبة للدراري اللي كيقلبوا على لي برودوي كيلقاو مشاكل ديما كيطيحوا في ماشي في الجمال الاصلي يعني، كيطيحوا في الدوزيام كاتيجوري، كيطيحوا في واحد اللي ديجا هو غير شاري برودوي من عند جمال وكيعاود فيه البيع في تيليجرام، وهذا ناتج عن قلة التحرك يعني، ما كاينش لي فور، الناس ما كتهبطش لي مارشي الجمله الكبار وكتقلب على لي برودوي وكتقاتل كدير البروداكت ريسورس اللي كنت قلت لكم في اللايف القديم بالكونت القديم بالفيسبوك ديالي. البروداكت ريسورس اللي قلت لكم ما كاينش غير كازا، كاين دون خرين تقدروا تلقاو فيهم الجمله. البروداكت ريسورس ماشي هو تبقى مور البي سي وكتسنى الفورنيسور، لا خصك انت تمشي تقلب عليه في الاسواق ديال الجمله بيان سور، ومين غتقلب عليه ماشي غتجي وغادي تاخد منه، كاين بزاف ديال الطرق باش غدوز منهم، كاين بزاف ديال الطرق باش تنيغوسي مع الفورنيسور. دونك الفورنيسور ماشي سلام سلام كيقول لك البري كتشري من عنده، لا كدير واحد البرايسين ستراكشر ديال شحال هو شرا وشحال هو باغي يبيع وشحال يعني الثمن اللي خصو يبيع هو، وهو شحال كيقول البري باش باغي يبيع. دونك ملي كدير هاد البرايسين ستراكشر كتشوف البروداكت اللي غادي تخدم عليه، من بعد كتمشي اوتوماتيكمون لعلي اكسبريس، بيان سور غيكون تشاينيز بروداكت، كتمشي علي اكسبريس كتاخد البري انيسيال ديالو، قول لنا لي مارشي اللي نقدروا نمشيو ليهم. ما كاينش غير دي مارشي قلال، راه كاين الالاف ديال لي مارشي في المغرب، غير كازا بوغ موا راه كلها مارشي، ماشي غير كراج علال ولا السويقه ولا قصريه السعيدي ولا درب غلاف ولا هذا، نو انا كيبان ليا كازا كامله. انا براسي يعني كاين دي برودوي كناخذهم من كازا ماشي من هاد الاسواق، كناخذهم من شي بلايص ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الاسواق، ولا مشيتي ليهم مثلا انت غتقول هاد البلاصه هادي ما عندها حتى شي علاقه بالناس ديال الجمله، مي لا هادوك الناس اللي معروفين في ولا هادوك الاسواق اللي معروفين هادوك عارفهم كلشي، دونك هادوك يقدر يكون فيهم منافسه في البري، يقدر حتى البروداكت يكونوا قلال مثلا، ولكن الا مشيتي قلبتي راسك على لي مارشي، ماشي ضروري لي مارشي، اللي ضروري هو الهول سيلر، يعني الجمال الفري الاوتونتيك، ماشي داك اللي كيحل التليجرام وكيمشي عند داك الجمال وكيصور بالبورتابل وكيجي يحط لك في التليجرام وكيزيد على داك البري 10 دراهم ولا 15 ولا حتى 20، نو انا كنهضر على الدري الهول سيلر، فهمتي؟ ما كاينش غير في دوك الاسواق الدري الهول سيلر، يعني تقدر تطيح. انا المهم عندي واحد الاكسبيريونس يعني طحت على الجمال فري، يعني هول سيلر فري كيجي من تشاينا، وكان فين طحت عليه الا قلت لكم فين طحت عليه ما غاديش تيقو، يعني لقيتو في افيتو حاط واحد ستوك كيبيعو بجمله، فسولتو قلت لي واش تعاملتي ديجا مع الناس ديال الايكوميرس، قال لي لا، قال لي انت اول واحد غنتعامل معاه كيبيع في الانترنت. دونك هذاك السيد هو كيبيع لدوك الناس اللي في اللي في اللي في اللي في اللي في لي غرون مارشي ديال كازا، كراج على لي بلاص اخرين ضرب غلف ايتسيتيرا، المهم كل سوق فاش مختص، كاين سوق ديال الالكترونيك، كاين سوق ديال البرودويات الشينوا، كاين سوق ديال الحوايج، المهم هذا الشيء كنهضر لكم في كازا. كما قلت لكم الفورنيسور ماشي ضروري تمشيو عنده الاسواق اللي في كازا وتمشيو عنده المحل، لا الا قلبتو في الانترنت مزيان غير في لي جروب دي فوا ديال الفيسبوك، بلا ما ماشي جروب بيان سور ما عندهم حتى شي علاقه بالايكوميرس ديال بحال مثلا ايكوموريوز، لا دي جروب اللي ديال البيع والشراء، جروب اللي فيهم الاونلاين شوبين اودينس، دي فوا كيطيحوا هول سيلرز تما، يعني فري يعني جماله فري كيطيحوا تما في دوك لي جروب، وكيحط مثلا ستوك جيبو من لاشين ديال برودوي ما كاينش في المغرب، ما كاينش، ما مكبوبينش عليه الناس بزاف، ما كيخدموش عليه كاع هاد الاي كوميرسون اللي كما كتشوفوا الجروب ديال اي كوموريورز كامل ما خداميش هذاك البرودوي، كتهزو انت كتفاهم مع داك الجمال كتخدم عليه غير انت بوحدك،
علاش داك البرودوي ما تلقاش بديك الطريقه اللي كيلقاه بها كل شيء. نو داك البرودوي لقيتيه بواحد ديال فور درتين تي كما قلت لكم قلبتو في المهم. انا دويت اكزامبل اللي عطيتكم ديال ماشي ضروري ماشي كل مره غطيح على جمال اوتونتيك في افيتو ولا في الجروب ديال الفيسبوك. مي كما قلت لكم ما كاينينش غير في كراج علال ولا درب عمر ولا البلايص الاخرين د كازا لي فورنيسو غتلقاهم بارتو، يعني ماشي ضروري تمشي ليهم كازا. نفهموا من هضرتك ان خصنا نديروا دي كونتاكت. وي بيان سور، هو الهول سيلر الا طحتي على البرودوي، الا طحتي على البرودوي اللي وينين خدام ليك انت على طول العام عنده هو، وبيان سور خصك دير معاه كونتاكت. خص علاش لا يكون صاحبك كاع؟ علاش؟ لحقاش يعني داك عنده واحد الدور كبير في البيزنس ديالك، متفقين؟ يعني باش ما يحاولش يقطع عليك شي نهار داك البروداكت ولا يزيد عليك ليه في الثمن ولا داك، تبقى صاحبه كي ولا كونتاكت ديالو بيان سور، كتبقى ديما مطالع على لي بخي ديال داك البروداكت اللي كتبيع ولا هذا. كوم سا دونك ضروري الهول سيلر خص دير معاه كونتاكت. وعلاش لا كاع تكون صاحبه؟ انا كنهضر على الفري، يعني الفري هول سيلر، الناس اللي كتجيب من لاسين. المهم فهاد اللايف ان شاء الله كما قلت لكم غادي نناقشوا كيفاش نتعاملوا مع لي فورنيسور، الفري فورنيسور. الناس ديال تيليجرام غير نساوهم، هادوك ما هول سيلرز ما والو، هادوك ماشي جماله. هادوك الناس ديال تيليجرام راه غير كيمشيو. انا شحال من واحد في الجروب كان عادي دخل حتى شويه بان ليا بغا يلوح تيليجرام ديالو وحط لي برودوي تما، باقي حتى ما خدمش حتى في الدومين ديال الايكوميرس، باقي ما عرفش الدومين كي داير. مشى لحق السوق قريب ليه مثلا في كازا وكيصور وكيزيد مثلا 15 ولا 20 درهم على داك البري. دونك ما تسناش تاخد السلعه اون غرو من تيليجرام، وما عمرك يعني تعول على راسك انك تاخد البرودوي وانت مريح في الدار. لا، برودوي خصك ضروري تخرج تقلب عليه. كما قلت لكم ماشي ضروري هاد الاسواق اللي معروفين، تقدر تخرج تقلب عليه في اي بلاصه كنتي، اي مدينه، بيان سور دي غون فيل. الناس ديال الشمال راه عارفين منين فين كاينين لي برودوي المزيانين جمله، الناس ديال مراكش راه عارفين فين، والناس ديال كازا والرباط راه عارفين فين. جملة راه تمن على حسب الكمية. وي شوية عندك الحق في هذه القضية هذه، ولكن كما قلت لكم الإخوان، أهم حاجة هما تبازاو على واحد الحاجة سميتها البرايسين ستراكشر. شنو هاد البرايسين ستراكشر؟ البرايسين ستراكشر هو انك كتحط واحد سكيم صغيره فيها داك البرودوي شحال كيدير جمله اصلا. انت داك البرودوي باش غتشريه جمله خصك تكون عارف الهول سيلر شحال كيخرجوا اصلا من اللوزين وشحال كيبيعوا. نعطيكم اكزومبل باش ما نعقدوش الامور بزاف ديال هاد البرايسين ستراكشر. عندنا اغلبيه ديال البرودوي في المغرب كيتباعوا ب 20 دولار، متفقين؟ هادو ديال علي اكسبريس ديال تشاينا. هاد لي برودوي كيتباعوا ب 20 دولار في المغرب، اغلبيه ديالهم في تشاينا كيخرج من الفاكتوري ما بين 1 حتى 3 دولار، متفقين؟ دونك هادي باقي هنا في الخانه ديال الهول سيلر. هو اننا عرفنا داك البرودوي اللي غادي نبيعو شحال كيخرج من الفاكتوري، شحال كيخرج من المعمل، شحال كيدير. داكوغ، لوكا ديال هاد البرودوي اللي عطيتكم ديال 20 درهم كيخرج مثلا ب 3 دولار، ياك؟ هاد البرودوي اللي كيخرج ب 3 دولار كياخذو السبلاير ما بين 8 حتى 5 دولار، غالبا 8 دولار، غالبا كيبيعو هو كيبيعو ب 8 دولار، ديزولي، هو كيشريه ب 3 دولار من الفاكتوري وكيبيعو ب 8 دولار، داكو، باش انت تبيعو ب 20 دولار. انا كنهضر على الايكوم لوكال. كنهضر على ايكوم لوكال، البرايسين ستراكشر ديال البرودوي اللي كتلقى انت وينين وكتبغي تاخد منه ستوك كبير، وكيفاش تعرف البري اكزاكت ديال داك البرودوي اللي خص داك السبلاير داك الجمال يبيعو. دونك ملي كتعرف البري اكزاكت اللي خص داك الجمال يبيعو باش ما يزيدش وينقص عليك، كتزيد واحد شويه د الكونفيدونس باش تاخد داك البرودوي، وحتى في الكومينيكاسيون ديالك مع 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 السبلاير. علاش؟ كتكون عارف كما كنقولوا طالع الكاميلة شنو فيها. دونك عارف البرودوي شحال هو شاريه وشحال خصو يبيعو، وانت شحال خصك تشريه من عند هذاك السبلاير. ملي كيعرفك هذاك الجمال، انا ما كنهضرش دابا على ديال التليجرام، كنهضر على الناس
السبلايرز الغري، ملي كيعرفك حاس ولا حاس بيك بانك راك عارف البري شحال كيتباع هذيك الجمله، راه ما يقدر يزيد عليك حتى 5 دراهم. كما قلت لكم باش كتعرف بالبرايسين ستراكشر، كتشوف برودوي شحال كيخرج من الفاكتوري، من الهول سيل، يعني من عندك اللي صنعوا شحال كيبيعوا. كما قلت لكم غالبا كيبيعوا ب3 حتى $5 بالنسبه لي برودوي ديال $20، وشحال كيشري هذاك الجمل اللي كيجيبو كيامبورتيه من تشاينا وكيجيبو للمغرب، كيشريه غالبا بهاد البري من عند هاد الهول سيل، يعني كيشريه ما نقولوا حنا شراه $3 وصل للمغرب $5 داكو. دونك انت ملي غيوصل المغرب $5 كتقول غيتزاد عليه مثلا $1، مثلا تزاد عليه 10 دراهم غيتباع ب60 درهم جمله. دونك ملي غنعرف انا البرودوي غيتباع ب60 درهم جمله، ضربت الحساب ديالي عرفت شحال تصنع وشحال باش تباع من المصنع عند هذاك الفورنيسور اللي جا هو الكازا باش يبيعوا ليا، كنعرف البري شحال غادي نشري جمله داكو. وغالبا راه اي برودوي كاين بعد على اكسبريس كتمشيو غير تكتبوه على اكسبريس كتلقاو البري ديالو تمايا من عند الهول سيل بالجمله. المهم ملي كتمشي انت عند الفورنيسور كتمشي على اساس انك عوال تشريه بداك الثمن، لقيتي البرودوي سولتي على البري ديالو ديسبونيبيليتي ديالو في المغرب، كتجي المرحله ديال انك غدي فلوس وغتجي برودوي. بيان سور انا كنهضر هنا على برودوي كتبيع منه ويني برودكت وكتشري منه ستوك كبير باش تبقى تبيع مثلا الشهر الجاي ولا الشهرين الجايه ولا حتى العام الجاي كاع، الا كان ايفر جرين نيش برودكت ولا ايفر جرين برودكت نيش، تقدر تبقى تبيع منه حتى العام ولا عامين. دونك غتاخذ منه ستوك كبير راه نقدروا نهضروا هنايا على حسب انت والكاباسيتي ديالك. دونك متفقين على هذه القضيه، كتمشي عند الفورنيسور كدي ليه البري ديال داك البروداكت باش غتشريه نتايا وغتبيعو بالريتيل، يعني غتبيعو بالديتاي ديزوري غتبيعو بالديتاي بالريتيل. متفقين؟ دونك المهم الاخوان البرايسين ستراكشر ضروري خصها تميتريزا، تعرف البرودوي شحال باش خرج من المصنع وشحال باش غادي يتباع. اوكي هذه من حاجه، دير سيتين اب ديال البروداكت برايسين. ثاني حاجه هو ما تعولش على سبلاير واحد هو اللي تاخذ من عندو داك البرودوي، يعني الا حبس داك السبلاير حبس هاد الخدمه عندك وحبس داك البرودوي. اغلبيه ديال الدراري دابا حاليا اللي خدامين في ايكوم لوكال كيكون عندهم واحد لوين برودكت، يعني واحد البرودكت اللي كيبيع ليهم ديما وكي كي 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 كيجيب واحد الشيفر ديال اكثر من 40% حتى اكثر من النص كاع. اغلبيه كتلقى ستور قدو قداس ولكن راه برودوي واحد هو اللي كيبيع بزاف، كيبيع اكثر من النص. دونك هاد البرودوي هاد البرودوي كيما قلت لكم ما خصكش تلقاه غير عند فورنيسور واحد، خصك تلقاه عند واحد تعامل معاه ايه، ولكن راه ضروري يعني عندك الالترناتيف. علاش؟ واحد النهار جاني واحد الايميل ديال واحد الدري من الجروب النيت، قال لي المهم واحد الايميل في طويل شويه، قال لي بانه راه حابس الخدمه كامله، يعني البروجي ديالو كامل حابس بسبب واحد الفورنيسور، يعني قطع داك البرودوي ما بقاش كيجيبو لحقاش هو ما بقاش كيتفاهم مع داك الهول سيلر اللي ديجا كيما قلنا كيصنع البرودوي من الفاكتوري ايتترا، وحبس داك الفورنيسور. دونك اي فواحد داك الفورنيسور غير داك الفورنيسور بوحدو هو مشي ود كازا حبس الخدمه معاه. دونك علاش حنا غادي نحبسو الخدمه بسبب فورنيسور حبس برودوي؟ لا، غادي نحاولوا ما امكن ناخذوا يعني دوت سورس ديال لي برودوي ديال لي فورنيسور، يعني داك البرودوي ما كاينش غير عند داك الفورنيسور، غنتعامل مع داك الفورنيسور ولكن ملي غيخصني داك البرودوي غادي يكون فورنيسور واحد اخر في جيبي. كما قلت لكم هاد لي كيسيون كيطلعوا بزاف كيديرونجيو، شنو احسن برودوي كاليتي وسعر طالع او برودوي متوسط وسعر هابط؟ شكرا خويا نردي من الجزائر. مرحبا ديال الناس، مرحبا بالناس الجزائر. السي عماد
كما شفتوا راه من 2000 ومن البدايه ديال هذا العام لدابا راني كان انسيستي غير على لي برودوي اللي السعر ديالهم طالع، ماشي طالع، كان يعني انه طالع يعني لواحد المبلغ اللي خيالي، ولكن بحال بغيتي تقول متوسط السعر يعني ميد تيكتس، تسمو ميد تيكتس برودكتس، راه منين بدا العام تقريبا وانا كان انسيستي عليهم. علاش؟ لحقاش هما فيهم ساتيسفاكشن طالعه، وفيهم حتى طو دروتور هابط، وحتى الخدمه يعني كتجي فيهم زوينه، وحتى حتى البروفيت كيكون طالع، يعني واخا كتبيع غير شويه بروفيت يقدر يكون طالع على داك اللي باع مثلا فوا 10 ولا فوا 20 ديال داكشي اللي بعتي نتايا في داك البرودوي ببرودويات عاديين. دونك ديما كان ريكوموندي الميد تيكيتس برودكت وماشي برودويات هادوك اللي كيتباعوا اغلبيه في السوق، اسواق ديال الجمله في كازا، لا برودوي كيتباعوا جملاوي في كازا ولكن ماشي في دوك الاسواق، يعني تقدر تلقاهم في اسواق اخرين، تقدر تلقاهم عند شركات اخرين كيبيعوهم، عند دي ماركت بليس. دونك ديما برودوي يكون طالع في البري باش يخلي لك واحد البروفيت طالع، داكور؟ حقاش بيان سور برودوي كتبيعو ب 1500 درهم ماشي هو برودوي كتبيعو ب 200 درهم، برودوي كتبيعو ب 200 درهم راه كتبقى لك ما بين 100 حتى 150 درهم د لامارج، برودوي كتبيعو ب 2000 درهم ولا ب 1500 يقدر يخلي لك واحد 800 حتى 1000 درهم دي فوا حتى ديال لامارج. دونك 1000 درهم في برودوي واحد اللي مطلوب وكيتباع في الانترنيت، 1000 درهم مارج في برودوي واحد راه ديجا الا بعتي غير كونتيتي قليله في النهار ولا اللي بريتيهم راه ماشي مشكل، يعني كتلقى راسك رابح اكثر من هذاك اللي باع كونتيتي كبيره والربح كيكون عنده ضعيف، عاد الوتر كيكون طالع وصداع الراس كثار والخدمه كثار والليكيب كيكون عليها واحد الضغط اكثر اتسيتيرا اتسيتيرا. المهم كما قلت لكم نحاول نهبط نقرا واحد شويه ديال لي كيسيون، الا بان لي شي كيسيون مزيان نجاوب عليه. تحيه 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 ليك سي نور الدين، بارك الله فيك، شكرا اخي. فين نقدر نتقدى جروب الجروب في الرباط؟ اي كنتي ورد الرباط غير غتعرف فين راه باينين البايس فين كاينين الجمله في الرباط. المهم قاعد تقدر غير باب لحد تمشي راه تلقى فيه شي واحد كي امبورتي سيرتو داكشي ديال الالكترونيك، تقدر تلقى شي جمال كبير تما ديال الالكترونيك، وراه كاينين ديجا. السلام عليكم، نظرك احسن بنك بالنسبه لشركات استيراد عندها تعاملات خارجيه وتكون سريعه وفعاله وقطاعات ناقصه؟ احسن بنك كان شحال هادي. المهم انا ما كنريكومونديش، غير كنقول لك من بعد انت دير يور اون ريسيرش، يعني من بعد سير قلب راسك. كان البي ام سي اي في هذا الشيء ديال الاكسبور ولامبور، دابا جو بونس كاين حتى البي ام سي مازال، كاين البنك بوبيلار حتى هو عنده قطاعات ناقصه بارابور لي بنك الاخرين، وين ات كامز تو زعما اكسبورتين اند امبورتين ماني في التعاملات الخارجيه بيان سور فاكتير سيف لهاد اللايف. اوكي المهم اخوان راه ماشي يا امبورت برودكتس فروم تشاينا يا والو، لا راه كاين شي اخوان عندهم واحد العقليه ديال يا اما نامبورتي من تشاينا ونبيع في المغرب ولا ما خدامش ولا مرابحش مثلا ولا لا. لامبورطاسيون ايه كتجي فيها حتى هي، ولكن راه علاش غتبدا تامبورتي وانت البيدجي ديالك في الاول صغير؟ يعني بدا خدم بهذا الشيء اللي كاين في اللوكال، راه اللوكال عطى الله يعني لي برودوي اللي كيتباعوا اونلاين بزاف وعليهم الكومبيتيسيون غير قليله والاد حتى هو رخيص لي برودوي، وتقدر تبيعهم غاليين ب 700 ب 800 درهم، غير نتوما الاخوان الكرياتيفيتي ما كايناش، يعني اي برودوي شفتوه خدام في الفيسبوك شي واحد حطو كلشي كيمشي يخدم عليه، راه ما كاينش غير دوك لي برودوي، راه اي برودوي زوين وعندو كاليتي وشحال ما بغى يكون الثمن ديالو راه غيتباع اونلاين، اي برودوي زوين يعني اي، ماشي ضروري هذوك البرودوي اللي ولاو كيبانو ديغنييغمون في الجروب كلشي كيخدم عليهم، لا ما تخدمش على اي برودوي لقيتيه وغتلقى الجمال ديالو فري، يعني بروميي كاتيغوري ما تلقاش هذوك صحاب الشناقه كما تقول لهم نتوما، لا تلقاو دي فورنيسور ديالهم فري، سوا كيجيبو من لوروب سوا كيجيبو من لاميريك سوا حتى من لازي من لاشين. دونك ماشي ضروري اي برودوي شفناه غنتلاحو عليه. اسمحوا لي
نشوف شي سؤال باش نكمل هاد الجايد لاينز ديال الهول سيلرز في المغرب. How about agricultural products, mid ticket products? Très bien. Agricultural niche اللي فريمون زوين وكاين واحد الخصص كبير سيرتو في المغرب. يعني الا جبتي شي برودكت فريمون شي بروبليم سولفر في الدومين ديال الاغريكالتور يو غانا روك. دونك راني نيش زويون هاد الاغريكالتور. المهم كما قلت لكم الاخوان, كما قلت لكم في الاول اللايف هضرنا على البرايسين ستراكشر, تعرف برودوي شحال كيخرج من الفاكتوري وشحال كياخذ هذاك الجمال وشحال كيجيبو للمغرب وشحال خصو يبيعو باش انت تمشي متاكد بان راه داك البري هو اللي غادي تاخذو به. هذه الاولى. غنهضروا دابا على 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 غنهضروا قلت لكم بيان سور البرايسين ستراكشر كديرو حتى كتلقى حتى كدير الماركت ريسورس وتلقى البرودوي اللي غادي تخدم عليه. دابا غنهضروا على النيغوسياسيون ولا قبل وي نيغوسياسيون مع الفورنيسور. بالنسبه للنيغوسياسيون في المغرب غريبه جدا, يعني الا بغيتي تنيغوسي مع الفورنيسور في المغرب, المهم هادشي كنهضر انا بالنسبه لهذوك السبلايرز اللي النيفو ديالهم طايح. يعني غير خصك يا اما طمعوا بشي مونطون كبير غتاخذوا من عنده, يا خصك يا اما تكذب عليه يا اما شي بلان. المهم دوك لي فورنيسور كله التعامل ديال اهم حاجه قلت لكم هو دي معك فلوس باش تاخذ كونتيتي كبيره. بيان سور في الاول الا كنتي غتاخذ من 10 لتحت ولا من 20 لتحت ولا حتى من شي مرات حتى من 50 لتحت, راه ما تعولش غتشري برودوي بشي ثمن اللي رخيص بزاف. دونك ولا ما تعاودش تشري برودوي بشي ثمن كما قلت لكم اللي غيطبق على هذا البرايسين ستراكشر. دونك ديما في الاول ما تشاطرش. الا كنتي غتشري كونتيتي صغيره 30 20 بحال هكاك, وقتاش غادي تشاطر؟ غتشاطر حتى يشد لك داك البرودوي, يتشد لك مثلا الاد سيت. كون عندك اد سيت برودوي الاد كوست ديالو رخاص, لونجاجمون طالع, كاين واحد لا دوموند كبير, الناس كتسول على البرودوي باغا تشري. هنا عاد كيمكن لك كتاكد بان داك البرودوي ما غاديش يعني خدام, غيخدم لك على المدى البعيد. داكشي علاش هنا فين غتمشي غتنيغوسي مع الفورنيسور باش يخلي لك داك البرودوي بشي ثمن اللي غتنطبق عليه هاد البرايسين ستراكشر. كما قلت لكم هاد البرايسين ستراكشر ديما غادي تنطبق من لي برودوي من الكونتيتي 80 الفوق ولا 100 الفوق, عاد باش تقدر يعني تطبق عليها هاد القضيه كما قلت لكم ديال البرايسين ستراكشر. تعرف البرودكت شحال خارج من الفاكتوري وشحال شراه الجمال وشحال الجمال خصو يبيعو باش ما يزيدش عليك انت, وانت كدير فلوس واجدين ومتاكد بانك غتشريه بداك البري اللي خص داك الجمال يبيعو باش ما تقولبش يعني ما ديرش. والاخوان كما قلت لكم تيليجرام راه اي واحد غنشوفو كي بارطاجي تيليجرام راه كيخرج من الجروب, كيتريتيرا من الجروب ايميدياتمون, يعني ما كيعاودش يرجع. علاش؟ لحقاش تيليجرام كما قلت لكم شحال هذه ماشي عاد مؤخرا حتى ولاو كيهضروا الدراري. انا هاد القضيه راه هضرت عليها شحال هذه, يعني العام اللي فات قلت لكم تيليجرام ممنوع, ما تتعاملوش مع الناس ديال تيليجرام, راه الناس ديال تيليجرام راه غير ناس عاديين ماشي جماله. راه شحال من واحد يعني كيدخل الجروب هنايا كيشوف الدراري كيقلبوا على البرودوي, كيمشي كيصور برودوي, كيمشي كيحل تيليجرام, كيبقى انفيتي ليه الدراري, كيبقى يدير الاثمنه اللي بغا هو. دونك ديما الاخوان تيليجرام ضربوا عليه, تعاملوا مع خرجوا يعني خرجوا من المدن. انا عارف ان كي الدراري ساكنين في المدن بعاد, كاين اللي ساكن في اكادير, كاين اللي ساكن في المهم كيصعب عليهم شي مرات انهم يهبطوا لكازا ويقلبوا ويديروا البروداكت ريسيرش, ولكن الخدمه هي هذه. يعني ما عندك ما دير, بغيتي تقلب على برودوي خدام مزيان وطيح على الفورنيسور الفري ديالو والبيزنس ديالك يمشي مزيان وداك البروداكت تاكد بانه ما غاديش يتقطع عليك مهنا القدام, كنصحك انك يعني تخرج وتكري كونتاكت وتحك يعني مع الفورنيسور. دونك هادو هما اهم حاجه الاخوان, هو ان كما قلت لكم تعرفوا البرايسين ستراكشر, تكون عندكم واحد الكونفيدونس في الانسوا, تكونوا ثاقين في راسكم بانكم غتمشيو غتاخذوا داك البرودوي بداك الثمن اللي هو
اللي هو يعني نورمالمون خاص داك خاص داك الهول سيلر ولا داك السبلاير يبيعو بداك الثمن. كيفاش نعرفو الناس اللي مدخلهم في المغرب؟ كاينين دي برودوي خدامين مي كنشوفهم في علي اكسبريس، كيفاش نعرف الفورنيسور اللي مدخلهم هنا في المغرب؟ ما عندكش كيفاش تعرف. اول حاجه بعدا باش تعرف خصك تخرج، يعني تمشي تقلب برجليك. من بعد ما تخرج غدير واحد اتونتي واحد لا شونس في فيسبوك وفي جوجل وفي افيتو وفي لي سيت ديال لي زانونس. هادشي غتكوبي السميه ديال داك البرودوي غادي تحطو غتقلب عليه في الفيسبوك هنا، يعني ماركت بليس في المغرب كنهضر يعني على المغرب، وغتحطو في افيتو غتقلب عليه على الناس اللي كيبيعوه في المغرب. دوك الناس اللي كيبيعوه في المغرب الا لقيتيه كيتباع ديجا حاطو شي واحد، هذاك الواحد راه بروبابلومون الا كان برودوي غابر وما كاينش داخل المغرب راه يقدر يكون سبلاير ديال داك البرودوي، يقدر يكون هو يعني كي امبورتي. هاد القضيه يعني شحال من مره كنطيح فيها انا شخصيا. كنكتب السميه ديال البرودوي كنلقى بان السيد كيجيبو من الاوروب ولا من لاشين، يعني كي امبورتي وكيبيعو هنا في المغرب، ولكن ما كيبيعوش الدراري ديال الايكوميرس، كيبيعوا لشي شركات اخرين وكيبيعوا لشي ناس عندهم يعني ستور اوف لاين وهذا، ولكن كيبيعوا غير هو الراس وكيدير فيه الريتيل. دونك ديما هاد القضيه هادي كاينه بزاف. وقضيه اخرى هما البرودكت الترناتيفز، يعني الا ماشي ضروري ضروري السميه ديال ديك الشركه والشيب ديال داك البرودكت الا ما كانوش ما غاديش تبيع. المهم داك البرودكت كيقضي هاد الغرض، ايه بغينا نخدمو عليه تيستيناه خدم مزيان، ماشي ضروري نجيبو داك البروداكت بنفس ديك الشركه وبنفس ديك. انا كنهضر الا ما لقيتوش، يعني ماشي من الاول غتمشي غتقلب على شي واحد كيشبه لي، لا قلب على هذاك. الا ما لقيتيش غتاخد الالترناتيف ديالو، غتاخد بروداكت كيقضي نفس الغرض، ماشي ضروري يكونوا فيه نفس الالوان، يعني مصاوب بنفس الالوان ولا بنفس الشيب، ولكن الاهم حاجه هو داك البروبلم يعني كيسولفيه بحال هذاك الاخر، يعني غير هذا الالترناتيف ديالو. علاش؟ لحقاش ما لقيتيش داك الاخر مثلا ديسپونيبل في المغرب. دونك هاد القضيه هادي مهمه حتى هي بزاف، يعني ملي تكونوا كديروا البروداكت ريسيرش وكتقلبوا على البرودوي اللي خدام مزيان في المغرب وتيستيتو لقيتوه فريمون خدام، تيست راه ما كنقولش انك دير واحد البودجي كبيره في الاد ديالك في الفيسبوك ولا هذا، لا تقدر دير تيست غير ب 4 دولار ولا ب 5 دولار وتشوف الرياكشن ديال الناس مع البروداكت. كانت رياكشن بوزيتيف، الناس باغاه كتسول على البخي، باغا تقدر داك البرودوي. هذاك البرودوي النيت اللي حطيتيه انت هو راه ديجا يقدر يكون ما عمرو تحط من قبل، انت اول واحد حطيتيه هنا. كما قلت لك غضطر انك دير هاد القضيه هادي هو تمشي تقلب عليه في واش كيتباع بعدا في المغرب. ملي اذا كان كيتباع كتحاول تواصل مع هذاك مولاه، غالبا يقدر يكون هو كما قلت لكم السبلاير، ما كانش كتحاول تلقى الالترناتيف ديالو. سبلايرز فور شوز ويذ هاي كواليتي فين نقدروا نلقاوهم؟ سبلايرز شوز موجودين، سبلايرز ديال شوز فين ما مشيتي وهاي كواليتي. غير هو احسن حاجه ملي تدخل للشوز ديال براند، لعب بالسميه ديال البراند ولعب ب يور اون ميد برودكت، يعني انت راسك حاول تخدم مع شي سميتو مع شي فاكتوري في كازا ديال الشوز. هاد القضيه كنهضر انا يعني من خلال التجربه ديالي، تخدم مع فاكتوري ودير عليه البراند ديالك تبيعو الثمن اللي بغيتي، وبيان سور غتزيد في الكواليتي. يعني الثمن ديال الشوز اللي كيتباعو بزاف في المغرب الميتيكات راه معروفين، يعني من 800 درهم حتى ل 2000، هذا هو البري نورمالمون ديال الميتيكات برودكت بالنسبه للشوز ويذ هاي كواليتي، يعني اللي تقدر تبيع في المغرب. دونك احسن استراتيجيه اللي نقدر نعطيك هو البراند وتصاوبهم راسك. اصلا داكشي ساهل، يعني راه فاش كتمشي تخدم مع شي فاكتوري في كازا راه يقدر يقول لك بغيتي حتى 100 بياسه نصاوبها لك في النهار ولا 200، ما عنديش مشكل. لحقاش هو ديجا كيكون عنده يعني ايكيب كبيره، كتكون عنده شركه ديال الشوز. دونك هاي كواليتي شوز
واش اونغازمون ما كتخدمش، كيجيو لي رياكت وكومونت والو. انا ما قلت لكم خدموا، ما عمرني قلت لكم خدموا بلونغازمون في اللايف ديالي من نهار بديت كنهضر على الايكوم لوكال، ما عمرني قلت لشي واحد خدم بلونغازمون. ديما انا كنانسيستي على تخوا اوبجيكتيف، تخوا اوبجيكتيف هما اللي خدامين في ايكوم لوكال. هاد الدراري راه قلت لكم النهار الاول وبديتو كدورو، درتو 3 شهور 4 شهور 6 شهور وعاوتاني رجعتو نفس الهضره اللي كنقول لكم. ما ديروش لونغازمون، لي تخوا اوبجيكتيف اللي كاينين ميسنجر واتساب ستور ليد، يعني ليد سواء ليد ديال الفيسبوك سواء ليد ديال ستور. ستور يكون ديال كاش اون ديليفري، فيه ليد فورم، ولا فيه ولا ستور كيكون ليد كابتشر بيج، يعني كيكون ستور فيه ليد، يا اما ليد ديال الفيسبوك يا اما ليد ديال ستور ديالك. داكو متفقين على هذه القضيه. و هادو هما لي تخوا اوبجيكتيف اللي كي ها يعني ذا هايست كونفرتين اوبجيكتيفز هما هادو. دونك لونغازمو بلا ما تخدموا عليه، لونغازمو ما كيدارش للناس اللي باغيين يشريو. الناس اللي باغيين يشريو كيخصهم الانتر اكشن، وكيخصهم مثلا انهم يديروا يعني يديروا شي حركه، فهمتي، يخليو لك نمره التليفون، يكتبوا لك لادريس ديالهم، يهضروا معاك شي حاجه بحال هكا. لونغازمو كيديروه الناس غير باش يطلعوا لونغازمو، يعني شي سيليبريتي ولا شي حاجه كيحط شي تصويره راه كيدير ليها اوبجيكتيف لونغازمو في فيسبوك، حقاش هو كيهمو الشهره، كيهمو غير اللايكس والكومنتس والناس تشوفوا، يعني تشوف بان الناس كيبغيو داكشي. في الحاله ديالنا لا، في الحاله ديالنا كيخصنا نبيعو. دوك ملي كيخصنا نبيعو كيخصنا الانتر اكشن، كيخصنا ندخلو البرايفت عند دوك الناس اللي غادي يشريو. كيفاش غندخلو البرايفت؟ غندخلو البرايفت يا اما غندخلو عندهم الميسنجر، شي حاجه برايفت، يعني كتخصك غير انت، كتخصك غير انت وانت اوتون كو كونسيومر، كتخصك غير انت وداك سميتو. ملي كتدخل معاه في البرايفت هنا كتدخل معاه في الفلوس، مي لونغاجمون راه كيبقى غير في الفاغ، يعني مع دوك الناس اللي ما كتدخلوش لشي حاجه اللي هي بريفي بينك وبينه، فين غتقدر تقنعو انه يشري اتسيتيرا اتسيتيرا. وبالنسبه لليد، هاد القضيه كدار في الواتساب وفي الميسنجر. بالنسبه لليد، الليد حتى هي شي حاجه يعني كونفيدونسيال ولا كريدنشال، شي حاجه اللي خصوصيه. علاش؟ لانك كدعيه انه يدخل لي زانفو ديالو، لادريس، نمره التليفون، السميه، اللي هي شي حاجه يعني بيرسونيل. يعني ديما حاول في الاد ديالك تدخل مع الكلاينت في البرايفسي، يعني تدخل معاه هنا فين كيوقع البيع. كيوقع البيع انك تدخل الخصوصيه ديال شي واحد، كتدخل عنده الميسنجر ديالو، كتدخل عنده الواتساب ديالو، ايميل ديالو، وهذه احسن حاجه بيان سور. هذه في كنهضروا عليها في الماستر مايند بالنسبه للريماركتين فيرسس ريتارجتين في الايكوم لوكال. الا دخلتي عنده الايميل هذيك راه احسن حاجه. ترافيك ميسنجر ولا دايركت ميسنجر؟ دايركت ميسنجر يوزين ميسنجر بوتس، ماشي ضروري ميني تشات. دابا عطا الله ولاو بزاف، ولاو كاع كاين اللي كيخلص على الانتيراكسيون في الميسنجر. دونك دايركت ميسنجر مع شي بوت ديال الميسنجر، باش دوك الناس كيهضروا معاك في الميسنجر تخليهم تحافظ عليهم باش تعاود دير لهم ريماركتين من بعد. Dear mentor, you have been a great inspiration in my life. Thanks a million. Shukran. Hey, I appreciate this comment. Kunderu Yusuf more. مرحبا خي يوسف. نتمنى نكونوا حسن على حسن الظن ديالكم. As a beginner, budget 600. نخدم notre région. أنا shipping. أحسن حاجة. وي. ديما كنصح الاول تبدا بالريجيون ديالك، من بعد توسع في المغرب. لحقاش هذا راه غير الكاسون ديال غير التوصيل، وسيرتو بازي على التوصيل بزاف. كما كيكون التوصيل بعيد كيكون دوغابيليتي كثر، كيكون الطو ديال الروتور كثر. كل ما كيكون ديليفري قريب وفاست، كل ما كيكون الجروث ديال الكاسون ديليفري ديالك كيكون يعني ات هاز بوتنشال، يعني تقدر تجروي البيزنس ديالك في الكاسون ديليفري دغيا، عكس هذاك اللي كي ديليفري بعيد مثلا في المدن الاخرين. داكشي علاش كنصح ديما الدراري اللي بغاو يكبروا دغيا في الكاسون ديليفري هما انهم يبداو في الريجيون ديالهم، ولا مدينه اذا كانت كبيره، راه عندو الكبار يعني كازا ولا هذا، راه السوق هذوك راه هي سوق. غير مدينه وحده راه سوق كبير اللي تقدر يعني توصل فيه حتى 300 400 كوموند في النهار. دونك تكفى في الاول غير مع المدينه ديالك ولا ريجيون ديالك، من بعد عاد تشوف المغرب كامل. هذا بالنسبه للكيسيون ديال الاخ محمد العلوي. ها كيجو 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 لي ميساج بزاف، لي كومونتير في اللايف كيتلفوني على سميتو.
على المايند ماب اللي كدير باش نهضروا على الهول سيل جايدنس. نسيت يعني، بقيت كنقرا لي كومونتير نسيت على فاش كنت كنهضر، مي ماشي مشكل. ديما في الفريم ورك ديال الاي كوميرس ديال البيزنس، وديما في الفريم ورك ديال السبلايرز والهول سيلز. دونك اخوان خلينا غير في هاد الفريم ورك ديال لي فورنيسور. حقاش هاد اللايف نورمالمون درتو غير على حساب الاخوان اللي ما فاهمينش بزاف ديال الحوايج، كيتشكاو كيقول لك راه صحاب تيليجرام قهرونا. وصحاب شكون قال لك سيري من عند الناس ديال تيليجرام؟ واش انا عمرني قلت لك خذ من عند شي واحد كيبيع في تيليجرام؟ كون قلت لك سير شري من عنده راه غنكون عارف علاش قلت لك سير شري من عنده، ولكن انا ما قلتش لك سير شري من عنده. انا بالعكس نحارب اي واحد كيبيبلي لي ديال التليجرام ولا واتساب في الجروب، راه كيتريتير من الجروب. انا بالعكس كنحارب دوك الناس، يعني ما باغيكش تشري من عندهم. علاش؟ حقاش عارفهم ما غاديش يبيعوا لك بالبري ديال الجمله، غيبيعوا لك بري طالع اللي غادي يهرسوك انت اوتون كو نيوبي في الدومين ديال الكاش اون ديليفري. غادي تهرس وفي الاول ما غاديش تلقى شي ربح اللي هو لحقاش اخرين زادوا لك ديجا في الثمن ديال الجمله وبرودوي مطلي اصلا. دونك هما حتى كيلقاو وينين برودكت عاد كي شي وينين برودكت مي كيلقاو برودوي ديال البوز كيمشيو كيصوروه كيحطوه في التليجرام ديالهم. كومسا كيحاولوا يجبدوا عندهم البايرز دريم ساكن اللي عاد تزوج لك. دونك هاد اللايف كما قلت لكم بالنسبه للاخوان اللي كيتشكاو من الجماله، راه الجمله ما كايناش في تيليجرام ولا ما كايناش حتى يعني في دوك الاسواق اللي معروفين. دابا اللي كيطرى الناس هما انهم الله يحسن العوان، كاين اللي كيجي من مدينه بعيده، كاين اللي ما عندوش الوقت يعني كازا كبيره راك عارف، كاين اللي كيجي غير كيجي في الصباح ما يوصل للسوق حتى لديك 12 ولا هذا، كيدخل بالزربه كيخصو يرجع فين يتابع الروتور. دونك غير كيدخل السوق اول كراج كيلقى عليه الدوني من ديال 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 شي اول بوتيك ديال شي جمال كيلقى عليه الدوني من كيدخل ليه، يعني وباينه فيه في حالته مستريسي وزربان وباغي يشري وهذا. دونك فوريسور كي ديك الساعه كي كي كيدير ما بغى. علاش؟ حقاش انت اصلا ما عندكش واحد ما مبازيش، يعني ما متعلمش ما قريتيش قبل ما تجي عنده، يعني جاي عنده تايه كومسا كيبيع لك بالثمن اللي بغا هو. وفي الاخر فاش كتمشي انت كتقلب كتلقاه بجمله قال من داك الثمن اللي خديتي مثلا بواحد 30 درهم ولا بواحد 21 درهم، كومسا كتقول قول بني لا قول بك. علاش؟ راه كلشي منك نتايا، انت راه هو اللي كتحكم في السبلاير، ماشي السبلاير اللي كيحكم فيك. داكو راه انت هو اللي كتخليه انه يبيع ولا ما يبيعش، داكو، ولا انه يربح ولا ما يربحش. راه فريمون ولاو سنتو لي فورنيسور الا بديت هاد القضيه هادي. كيجي عندهم بلان وكيدي بلاصه بعيد، كيجي كيبقى يحزرهم بيعوا لي عافاك الله يرحم الوالدين راني مزروب بيع ليا بالثمن هاد الثمن عافاك ينقص لي واحد 5 دراهم غير دير. كوم صا ولاو كي يعني ولاو كي كيوليو كيوليو اطباء. دونك اخوان ديما ما تزربش عند الفورنيسور. ديما ملي تمشي عند الفورنيسور عرف بانك راه انت هو اللي غادي تحكم يعني بالشراء، ماشي هو اللي غيفرض عليك الثمن، يعني انت اللي غادي تفرض الثمن. علاش؟ لحقاش انت عارف السوق شنو فيه وفاهم مزيان، ما يجيش هو يبقى يدوخ عليك يقول لك شي ثمن غالي ولا هذا. دونك هاد الهضره انا ما كنهضرش هاد الهضره لكل شيء، هاد الهضره بالنسبه للدراري يعني الجداد اللي كيتشكاو. راه مؤخرا هاد السيمانه اللي فاتت كلها تقريبا كندخل للجروب كنلقى غير الدراري كيتشكاو على لي فورنيسور. دونك حاول ما امكن تبدلوا المايند سيت towards سميتو السبلايرز. لحق السبلايرز راه عندهم طريقه ديالهم كيفاش تتعامل معاهم خاصه. السلام عليكم، انا جديد في الدومين، اي لقيت واحد كيدخل سلعه من سبته وكيدخل لي مارك عالميين بحال نايك، واش ما نلقاش شي مشكل في الفيسبوك ادس على حساب المارك؟ وي خويا غادي تلقى مشكل. الا بغيتي تجنب هذا المشكل سير رجع للدوره ديالي ديال 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 الميت تيكيتس براند، راه كاينه في يوتيوب الدوره ديال سيرتو انستغرام. يمكن تما فين كنا درنا الاد، ما عقلتش شكون كتب ليا، ما عقلتش واش الدوره اللي درت فيها اد ديال البراند وداز تقبل وبدينا كنجيبو السيلز للبراند.
بيان سور كنا خدمنا على البراند ديسكو. دونك رجع شوف شوف في يوتيوب غتلقاني هضر على هذه القضيه، وكنوريك كيفاش وريتكم كيفاش ديروا تخدموا بالبراند فيا فيسبوك ادز. بيان سور دخل وغادي تلقاني كيفاش. هذا بالنسبه للسؤال ديال السي عادل السنكاري. الاخوان اللي نقصت الكيسيون ديالو ما جاوبتوش عليها وكانت مهمه بزاف، يرجع يحاول يمشي للبروفيل ديالي ويكونتاكتيني ويخلي لي لا كيسيون، راه وقت ما دخلت غادي نجاوب ان شاء الله. المهم كنحاول نقرا غير دوك الاسئله اللي ما عمرهم يعني تقالوا باش تكون افاده جماعيه، ما تبقاش نبقاوش نعاودوا في نفس الهضره كل مره، يعني نجيبوا شي حاجه جديده. خويا انا عندي جمال كيجي بالصاك من الشينوا كاليتي في براند ارماني كوبي واش الصاك يقدر يخدم مزيان مع العلم الثمن الصاك غالي؟ ويقدر يخدم، اي هو خدم استراتيجي ديال الميتيكيتس، كنحترم بزاف د المعايير، البرايسين، الاودينس تارجيتين و ريتارجيتين، لمن غتبيع لمن ما غاديش تبيع، تختار الايدج، تختار بزاف ديال الحوايج منين كنلعبو في الميتيكيتس. هادشي راه ديجا غنشرحو في الفورماسيون ديال 2019 بالنسبه للتارجيتين فيا فيسبوك ادز بالنسبه للميتيكيتس، و تارجيتين و ريتارجيتين حتى هو في جوجل ادز بالنسبه للميتيكس بالنسبه للدراري اللي كيبيعوا بثمن طالع. الثمن طالع يعني كان يعني الميتيكس برودكت. خويا شنو هي النوعية ديال الستور؟ السؤال ديال ياسين حمادي. خويا شنو هي النوعية ديال الستور اللي خاص تكون عندك باش تبدا الكاش ان ديليفري، ماشي ان ديليفري، اون ديليفري الدفع يعني، واش شوبيفاي ولا ووكوميرس ولا ويب سايت ديالك؟ بالنسبة انا راه ما كنقول حتى شي واحد يعني البلاتفورم ديالي يجيو يدخلوا ليها، لا البلاتفورم ديالي غير جات كوم سوليسيون، يعني جات باش تحل واحد المشكل. هو ان الستور، هذا سؤال مزيان ديال الاخ ياسين، وهاد القضيه راه كنانسيستي عليها بزاف، هو انك ما تحاولش تخلط ستور ديال دروب شيبين مع ستور ديال الكاش اون ديليفري، راه كل واحد عنده الكاركتيرستيكس ديالو. يعني ستور ديال دروب شيبين عنده الاتو كارد، ستور ديال الكاش اون ديليفري ما عندوش الاتو كارد. دونك الا درتي الاتو كارد في الكاش اون ديليفري ولا درتي تشيك اوت بيج في الكاش اون ديليفري، عول على كونفرجن ريت هابطة بزاف، وغتخسر فلوس في الاد اكثر من اللي غادي تبيع. دونك ان فوا سي نورمال، الا شفت انا اتو كارد راه غنعرف راسي انني غنشري بلا كارد، داكوغ. دونك ان فوا غنعرف راسي، انا كنهضر انا كمغربي، يعني كمغربي ساكن في المغرب، عارف دوك لي سيت المغرب، وكندخل للانترنت واحد شويه، وكعارف فيسبوك وداكشي. ان فوا غندخل للستور غيبانو لي فيه بزاف ديال الالوان، بزاف ديال لي ديزاين الروينه، اتو كارد، غنعرف بانه راه سيت كيبغي يتخلص بلا كارد، وما غاديش نقدر نكمل فيه. دونك غادي نخرج من داك السيت، كومسا الكونفرجن ريت ديالي كطيح. عكس ستور ديال كاش اون ديليفري اللي ديجا صاوبنا البلاتفورم ديالو، كنبارطاجيه مع الدراري ديال الفورماسيون وديال لي ماستر مايند. بالنسبه باي ذا واي، بالنسبه للبلاتفورم ديال فري شوبي، راه خدامين على الريبراندين ديالها في المارشي ديال المغرب، خدامين على بلاتفورم ديال بوان ام ا، وهذيك غتبقى ديال الكاش اون ديليفري يعني ان جنرال. لحقاش جاو عندنا بزاف د الناس من تونس، من الجزائر، من مصر، من تركيا، بداو كيحلوا عندنا السطورات ديالهم وكيديروا سطورات ديال الكاش اون ديليفري تما عندنا حنا في البلاتفورم ديالنا. وانا بلاتفورم صراحه ما خرجتش انا انترناسيونال، الكاش اون يعني الكاش اون ديليفري انترناسيونال، انا بلاتفورم خرجتها الكاش اون ديليفري يعني لوكال هنا في المغرب. دونك كوم سا كن ريبرانديو ديك البلاتفورم ديال الكاش اون ديليفري، غنديرو وحده غير ديال المغرب، خاصه بالمغرب، فيها بوان ام ا، كوم سا نبقاو نخدمو غير مع الناس ديال المغرب، وحتى جيو تارجيتين في جوجل يكون مغربي، يعني اللي بغى يحل شي ستور في المغرب راه غيلقى
كنهضر بيان سور اي كوميرس اللي بازي على الكاش اون ديليفري ماشي بيمون بار كارت. خي نور الدين، انا من طنجة، واش ضروري نطلع لكازا باش نجيب سلعة؟ لا ماشي ضروري، غير في دوك البلايص تقدر تلقى كيما قلنا قبيلة سبلاير ديال شي بروداكت تقدر تتعامل معاه، تقدر تلقى برودوي زوين كاع وحسن من هادشي اللي كاين في كازا، تقدر تلقى شي حاجة كاليتي تما وكتباع بالثمن وكتخلي لك واحد لامارش يعني كبيرة فين تقدر تسكيلي البيزنس ديالك وتمشي للنكست ليفل. دونك كما قلت لكم الاخوان واحد القضية نسيت ما هضرتش عليها اللي هي السي ار او، يعني السي ار او بالنسبة للسي ار او بالنسبة للستور ديال الكاش اون ديليفري كيعتمدوا بزاف على هذه القضية هذه اللي هي الكونفيرجن ريت اوبتمايزيشن، يعني سي ار او. دونك هذه القضية هذه كتخدم مزيان في الكاش اون ديليفري. علاش؟ حيتاش كان دولي كاش اون ديليفري كتوبتيميزا فيه الكونفيرجن ريت باش بلي كولور بلا سامبليسيتي وحتى بالديزاين وحتى بسميتو حتى ب حتى whether your store is fast or slow، يعني حتى سميتها حتى سبيد حتى السرعه حتى الويب بيرفورمانس كيحكم في الستور ديال كاش اون ديليفري. دونك ديما ركزوا على السي ار او ملي كنخدموا على الستور ديال كاش اون ديليفري، هو اننا نحاولوا نردوه سامبل ما امكن، نحاولوا نردوه يوزر فريندلي ما امكن، نحاولوا نحيدوا الاتو كارد ونأجوتيو يعني الليد كابتشر بيج ولا الليد فورم. دونك حتى من بعد يعني واللي بغى يتعمق في هذه القضيه دي يمشي يقرا على سي ار او في جوجل ولا كونفرجن ريت اوبتمايزيشن. نيسرين شحال كيكونفيرتي الميلين في المغرب؟ الميلين نورمالمون هو الافريج اللي خصك دير في بالك هو 1%، يعني 1%. هذا كنهضر على السيلز اللي كيجيو فيا الميل، كيجي 1%، يعني 1%. ملي كنقول 1% كنقول موية، يعني تقدر تكون 0.80%، تقدر تكون 21%، تقدر تكون 10%، ولكن 1% الموية. دونك الميلين الكاش اون ديليفري في المغرب راه عنده ستراكشر ديالو بوحدو، عنده خدمه ديالو بوحدو، عنده حتى الـ حتى الـ حتى الـ حتى البيلدين ديال الميل ليست حتى هو خدمه ديالها بوحدو، عكس سي بي اي، عكس الافيليشن، وعكس الاي كوميرس انترناشونال، وعكس الدروب شيبين. الميلين في الكاش اون ديليفري عنده خدمه ديالو بوحدها. راه ديجا يعني الدري اللي كيحضروا معنا في الماستر مايند وحضروا معنا في الماستر مايند ديال نهار الحد في اكادير اللي كنت درت، وماستر مايند حتى ديال لو 23 اللي كنت درت في كازا، راه هضرنا يعني داكشي بريسايسلي على كيفاش كنديروا كيفاش كنجمعوا الميل ليست في المغرب، وكيفاش كنصيفطوا الميل، وشحال ديال الناس كيحلوا لي زيميل في المغرب، وشحال ديال الناس كيشريو، وشحال ديال الناس كيكليكيو على شوب ناو اللي كتكون مصيفطه في الميل، وشحال كيتقضى ايتترا ايتترا. المهم مويا 1% ديال المبيعات اللي تقدر تجي، يعني الا عندك 10,000 ميل ليست دير بيان سور ميل ليست سيبلي في داك الدومين ولا في داك النيش، يعني كتبيع 1%. 1% ماشي كتبيع اون فوا بوغ توت، كتولي تبيع ديما، يعني فريكونتلي كل سيمانه كل 3 ايام الا بغيتي. انا كنفضل ان ما بين ميل وميل يبقى 3 ايام، يعني 3 ايام عاد صيفط، ما تصيفطش كل نهار لي زيميل. الا صيفطت كل نهار لي زيميل يقدروا يطيحوا لك في يولي يطلع عندك الريت ديال الباونسرز بزاف، ويقلال الاوبنرز كوم سا يبقاو يمشيو لي زيميل ديالك للسبام. المهم ما نتعمقوش في هذا الشيء بزاف، ندوزو للكيسيون اخرى. واش كيكونفيرتي الميل في المغرب؟ وي كيكونفيرتي، هذا هو الكيسيون اللي بغيت نجاوب عليهم. واش خدامه الانترست في المغرب؟ وي خدامه، ماشي كاع لي برودوي خدامه، لسيغتان برودوي اللي كيكون عندهم التارجيتين في الفيسبوك ميتريزي مزيان، يعني فيسبوك عارف دوك الناس. بغيت نبدا بوبليسيتي بفيسبوك سامارش، سامارش اختي يمكن لك تمشي تشوفي الدور ديالي مجانيه في يوتيوب، ولا تشوفي الفورماسيون ديالي ecomorios.ma، راه شارح فيسبوك دو ا زد، فيسبوك ادز بيان سور دو ا زد في المغرب، وشنو اللي خدام وشنو اللي ما خدامش بيان سور. كومون يو تروفي لي ميد تيكيت برودكتس؟ كاينين بارتو،
كاينين بارتو مي تيكيتس برودكتس، مي تيكيتس برودكتس اي برودوي الثمن ديالو 800 الف درهم الفوق حتى ل 5000 درهم، هذا كيتسمى مي تيكيتس برودكت. تقدر تلقاه في جمالات كازا، تقدر تلقاه عند سوبر ماركت حتى هما دي فوا كيكونوا دي فورنيسور ديال دي برودوي بما فيهم بيم و بوزيت مرجان، وهذوك حتى هما شي مرات كتلقى عندهم ستوك كبير ديال شي برودوي اللي خدام مزيان في الاي كوميرس وما خدامش في ما خدامش في اللوكال كوميرس ولكن خدام في الاي كوميرس، تقدر تاخد من عندهم حتى هما ستوك. دونك لي برودوي الاخوان بارتو 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 كاينين لي برودوي، راه ما كاينينش غير في كازا في درب عمر في كارج عندنا الاكزاكتلي، يعني تمشي تاخد تران الا كنتي بعيد وتضرب ليك تماره كامله وتحمق راسك وفي الاخر فورنيسور يبقى كوموندي يبقى يتبعص عليك. لا الاخوان راه لي برودوي كاينين في المغرب كامل، وبيان سور كازا راه هو المارشي الكبير اللي تقدر تلقى فيه الجمالة بزاف، ولكن ما كاينش ان ما كاينش في المدن الاخرين. وحتى الجمالة يعني الكومبورتمون ديالهم تبدل، يعني لي فورنيسور كنا كنتعاملوا معاهم شحال هادي، انا باقي عاقل شحال هادي كنا كنمشيو لهاد الاسواق هادو النيت، هاد كراج علال درب عمر وهاد القريعة وهاد درب غلاف وهاد الشي كامل، ايماجين كنا كنمشيو الاخوان. كنهضر هنا في كنهضر في 2014 2013 كنت كنمشي انا وواحد الاخ راه كاين اللي كان معنا في هذا اللايف تحيه ليه سي حمزه. المهم كنا كنمشيو اونصومبل، ايماجين كانوا لي فورنيسور خاوين، يعني دوك ماشي خاوين يعني بداك المفهوم، ولكن يعني ما كاينش الرواج بزاف تما، يعني كندخلو كيشوفك فورنيسور دايز من قدام الحانوت ديالو هو كيقول لك اجي راه عندي برودويات جداد جايبهم من الشينوا، وكيبقى يقول لك هذا وهذا 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 وهذا، هو كيبقى يحزرك باش تشري. مي ديغنييغمون مشيت تما انا تخلعت، يعني دزت من تمايا ما بقاوش كيشوفوا فيك حتى تشوف، يعني كتمشي عندو انت باش تشري برودوي ما كيجاوبكش حتى الجواب، يعني كيقول لك هزو ولا حطو، يعني عجبك ديه خلصو بالثمن اللي نقول لك انا ما عجبكش حطو. دونك اخوان كاين واحد شونجمون كبير في هادشي اللي فورنيسور، انا متفق معاكم لي فورنيسور داروا الكرون خصهم واحد المقاطعه. شنو بان لكم ديروا لهم شي مقاطعه؟ بيان سور راه ايكوم ولا مروك راه كتعتبر يعني اورغانيزاسيون دابا، يعني بفضلكم نتوما راه كتعتبر يعني كتعتبر واحد الكيان كبير، واحد الاورغانيزاسيون كبيره ديال الناس اللي خدامين، يعني اورغانيزاسيون ديال الايكوميرس في المغرب. الا قلنا نقطعوا شي حاجه راه غنقطعوا شي حاجه، دونك بغينا نقطعوا لي فورنيسور ديال الكراج على درب عمر، مرحبا انا معاكم، نقطعوهم لواحد المده ونحاولوا نلقاو الترناتيفز منين نمشيو دي برودوي من غير دوك البلايص في كازا نيت. بابا بابا هادشي ديال اللي هادشي اللي كيسيون كتر بزاف، مبقيتش قادر نشوف فين وصلت يعني. المهم كما قلت لكم الاخوان اللي عنده شي كيسيون اللي ضروري ضروري وكروسيال خاصها تجاوب وما جاوبتش عليها في اللايف، يمشي غير لاباج ديالي ديال هاد ديال هادي باش داير اللايف نيت نور الدين خيطي، يخلي ليا غير شنو بغات مايا، وراه ملي غنلقى الوقت غنجاوب، يعني واخا نتعطل مثلا واخا نتعطل عليك بزاف عرفني غنجاوبك، يعني غنجاوبك واخا دوز سيمانه جوج سيمانات حتى ل 20 يوم، راه هادوك لي ميساجات كاملين اللي عندي تما راه شي مرات كنبقى نجاوب، يعني جوج سوايع ثلاثه وانا كنجاوب على الناس ماشي مشكل. المهم كما قلت لكم اللي تخطات الكيسيون ديالو يخليها ليا تما في لاباج. خير نبدا نرحم الوالدين الافاده، مرحبا مرحبا اخويا واجب خويا نبدا كندير 5 دولار في النهار ما كتجيب لي والو، اونكازمون ما غاتجيب لك والو في لونكازمون. 5 دولار كما قلت لكم راني عاد قلتها دابا، 5 دولار خصك ديرها في شي حاجه ديال الانتراكشن، خصك تفاعل مع تخليه يصيفط لك ميساج ولا انت تصيفط ليه ميساج ولا يعيط لك ولا انت تعيط ليه ولا يدخل يعمر المعلومات ديالو، المهم خصو يحس بان راه شي حاجه برايفت تما باش يشري. اوكي لونكازمون ولا لونكازمون غير بالنسبه للسيليبريتي الناس المشاهير وداكشي اللي كيديروا ولا بغاو يتشهروا وداكشي. اللي بغى يبدا الفيسبوك ادز في الايكوم لوكال يدخل لاشين ديالي في يوتيوب ايكوم ووريورز بوان ام ا، هذا الشيء نشوف نكتب عليكم هنايا الا كنت مكونكت على البي سي فيسبوك، واحد دقيقه نكتبها لكم في اللايف راح لكم لاشين الليان ديال لاشين. عارف بزاف ديال الناس جداد دخلوا معانا ما يكونوش وقيلا حتى عارفينني انا شكون، المهم راه غبرت بزاف شحال هادي ما درتش شي لايف، ما بقيتش كندير لايف بزاف نظرا للخدمه بزاف ولونغاجمون بزاف، كنحاول ما امكن انني نلقى شي وقيته يعني ديما انني نحاول نبارطاجي معكم في لي لايف وهذا.
اما راه اللي بغى كل شيء يعرف على الدومين دو ا زيد، راه كاينه الفورماسيون ديال الايكوم لوكال راه معروفه، ديال الكاش اون ديليفري، الفورماسيون ديال النت اللي داير ايكوموريوز بوان ام. دونك كنحاول ما امكن نديرو هاد لي لايف نفيدو بين الدراري. ها اللين ديال لاشين الاخوان انا بارطاجيتو ليكم، اللي فيه الفيسبوك ادز، الناس اللي بغاو يديروا فيسبوك ادز وانستغرام ادز وكيفاش يقويني البرودكت وداكشي، ها هو راه بارطاجيتو في الكومونتير. وواحد الحاجه اخرى هو حتى سميتو حتى انستغرام ديالي هنا قدام، انا نحاول في هذا رمضان هذا ان شاء الله نبقى ندير فيه ستوريز ديال الريزلت في ايكوم لوكال، شحال كان ليفري، شي وينين اد سيت عندي تما، نصورها نقول لكم كيفاش درت ليها، كيفاش درت داكشي. المهم كنحاول نوصل غير واحد العدد معين ديال الناس باش نبدا يعني ندير لي ستوري. ها هو حتى اللين ديال الانستغرام غنخلي لكم. المهم هادي غي ديزا في الطريق، كملوا الهضره ديالنا فين كنا، كملوا غير لي كيسيون. جاني العدد ديال المحلات اللي كاين زعما اللي كاين ماشي كتير، واش غافل على شي بلايص في كازا؟ ميرسي بوكو. وي خويا غافل بزاف، غافل بزاف بزاف بزاف. كما قلت لكم في الاول راه ما كاينش غير كراج علال ودرب عمر، راه كازا كامله، كازا كامله بالنسبه لي انا سوق، يعني كازا كامله اوتون كو مدينه كامله، راه كاين شي بلايص اللي تقدر تاخذ منهم فيهم منها الجمله اللي ما يطيحوش لك على البال. يعني انا براسي كنت كناخد واحد البرودوي من عند واحد السبلاير كاين فواحد البلاصه ما عندها حتى شي علاقه بهاد الاسواق ديال الجمله، ما عندها حتى شي علاقه بهاد الاسواق ديال الجمله، وعنده ستوك غير في الدار، يعني كي ستوكي غير في سميتو في الكراج ديالو، كناخد من عنده بخير. دونك ماشي ضروري هاد البلايص هادو، كاين بزاف ديال البلايص. بغينا شي كور على ميسنجر ادز خويا نور الدين، كاين دير غير ايكوم ووريورز بوان ام ا وغادي تلقى كور على الميسنجر، على الواتساب، على الليد، على البلاتفورم جديده ديال كاشون ديليفري، على السيو، على الانستغرام، على جوجل، كلشي الايكوم لوكال من 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 الزيرو حتى الهيرو كما كيقولوا، يعني غتلقى كلشي تمايا. واش برودوي اويل بيرد خدام ليه التارجت؟ وي تم لي التارجيت هاد البروداكت. احسن حاجه هو دير اد سيت بتارجيت و ادز بلا تارجيت وشوف شكون اللي غتبرفورمي مزيان وخليها. اخوان كنظن انني خصني نمشي. كنشكركم بزاف هاد اللايف، بالنسبه للناس اللي دايخين وغدروا بهم لي فورنيسور ديال تيليجرام وما عرفوا ما يديروا ودايخين، ولا ما كانش فورنيسور ديال تيليجرام راه ما كاين والو ولا هذا. دونك هاد اللايف ليهم يعني لحقاش بانوا لي بزاف 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 في الجروب ديال الناس، فريمون بقى فيهم الحل على هادشي اللي واقع في السوق ديال الهولسيل في المغرب. وانا عطيتكم كاع داكشي يعني اللي يقدر يفيدكم، راه ما كاينش غير هادوك راه كيسيب لكم غير نتوما الناس الجروب، وانا كنحاربهم ولا حنا كنحاربوهم، يعني حنا لي زادمين راه كنحاربو كاع دوك الناس اللي عندهم لي جروب ديال تيليجرام وهذا كي بارطاجيوهم هنايا، راه كنروتيريوهم الاخوان. دونك هادشي اللي كاين واتساب ادز، واتساب ادز خدام في ايكوم لوكال، خدام واتساب ان جنرال، يعني واتساب ان جنرال تجيب منو السيلز بزاف. دونك هادشي اللي كاين.